الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. اللهم اغفر لنا تقصيرنا تجاه الأقصى، سامحنا فأنت العليم بحالنا. اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى وفلسطين. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار في كل وقت وحين. اللهم كن عونا لهم، اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر. اللهم اربط على قلوبهم، تقبل شهداءهم، اجبر كسرهم، اشف مرضاهم. اللهم إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين. أسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين المعتدين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.